والمزيد ينضم إلينا من القاهرة على الهواء مباشرة دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك يا دكتور. تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. إذا يعني قوات الاحتلال تمعن في يعني قتل وتشريد وتجويع الشعب الفلسطيني حتى داخل السجون، لم ترحم كبيرا أو صغيرا، وهذه الاعتقالات يعني المتكررة والتعذيب داخل السجون. كيف تقيم الوضع يعني مع دخول هذه الحرب تقريبا يومها 264؟ أتصور الوضع كالآتي: إسرائيل ارتكبت كل أنواع الجرائم، ليس فقط جرائم أنها احتلت أرض بطريق غير شرعية، أنها لا تنفذ القرارات الدولية، أنها تنتهك قواعد ومبادئ التنظيم الدولي، أنها لا تراعي إلا ولا ذمة، ولا تراعي هذه القواعد قواعد القانون الدولي العام وما استقرت عليه الأسرة الدولية، بل إنها أيضا ترتكب يعني جرائم الحرب، ترتكب كل جرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية وقوانين العقوبات، ذلك أن قانون العقوبات والمساهمة الجنائية موجودة في كل التشريعات الجنائية العالمية، هي ترتكبها باعتبار أن الجريمة فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يفرض له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا، ترتكب الأفعال غير المشروعة، لها هذه النية، لها هذه ذاك الركن المعنوي، إذن الركن المادي بالأفعال والنتيجة والعلاقة السببية التي تربط ما بين الفعل والنتيجة تثبت أنه لولا الفعل لما تحققت النتيجة بالشكل الذي تحققت به، والركن المعنوي والركن الشرعي صفة غير المشروعة للأفعال. كل هذه الجرائم ترتكبها إسرائيل، إذن هي تنتهك القانون الجنائي، تنتهك القانون المدني باستيلائها بهدم البيوت واستيلائها على الأراضي والمباني، تنتهك القانون الدولي، لا يوجد قانون لا تنتهكه هذه الدولة العبرية. يعني ما اتضح بعد هذه الشهور الطوال الثقال وهذه المجازر وهذه البشاعات أن الدولة العبرية ومن ورائها الأمريكي يرتكبون كل أنواع الجرائم، ينتهكون كل أنواع القانون اللي هو لدروا يعني بوبليك لدروا بريفي، القانون كل فروع القانون العام وكل فروع القانون الخاص، كل القوانين تنتهكها الدولة العبرية انتهاكا. نعم. طيب من خبرة حضرتك دكتور طارق، ومع اقتراب طبعا ماراثون الانتخابات الرئاسية في أمريكا، هل ستؤثر هذه الانتخابات على مستقبل الأزمة في قطاع غزة؟ وهل لدى الولايات المتحدة أصلا نوايا لضرورة حل الدولتين والوقوف على يعني مصالح الشعب الفلسطيني ووقف هذه الحرب؟ يعني سؤال حضرتك بيذكرني بعنوان كتاب للكاتب محمود السعدني، أمريكا يا ويكا. يعني أتصور كل هذه الأعيب، ذلك أن الدعم موجود من جو بايدن وموجود من دونالد ترامب، موجود من الحزب الديمقراطي، موجود من الحزب الجمهوري، أيا ما كان الحزب، أيا ما كانت الشخصية التي ستكون قابعة في البيت الأبيض، نفس السياسة ونفس الرعاية ونفس الدعم. والدليل الآتي: ماذا فعل جو بايدن في خلال الثمانية شهور الفائتة؟ والدليل أنه يعني هذه الخلافات مع الإدارة الإسرائيلية ومع بيبي نتنياهو، هو يختلف معه ثم يقوم بإمداده بالسلاح، بإمداده بالذخائر، بإمداده بكل الدعم اللوجستي والاستراتيجي والسياسي والعسكري والإعلامي، كل الدعم مستمر. إذن هو يختلف معه ويمده بهذا الدعم. يعني أي هراء وأي تناقض هذا لا يمكن أن ينطلي على أحد، هو خلاف الأم التي تقوم بإرضاع البيبي الرضيع وتصرخ عليه. فتصور المتصورون أن ثمة خلاف ما بين الأم وما بين الرضيع، لكن الأم عندما تصرخ على رضيعها تريد من أن يكمل الرضعة كاملة، أن يستفيد، أن يحقق يعني ما من شأنه هنا المصالح الاستراتيجية والمصالح السياسية من وجهة نظر الأم. إذن هو خلاف
يعني خلاف في البيت الواحد، وكأن يعني مصارين البطن تتعارك، ولكنه ليس العراق. أنا بشكرك على هذا التمثيل، طبعا يعني بسيط ولكن أكيد بيصل لكثير من المتابعين للمشهد يعني في الداخل هناك في الحرب الدائرة الآن. طيب لو رحنا أيضا إلى الانتخابات في بريطانيا، مستقبل القضية الفلسطينية بعد صعود اليمين في أوروبا والفوز المحتمل بالتأكيد لحزب العمال في بريطانيا، كيف ستكون هذه القضية وإلى أين ستذهب القضية الفلسطينية؟ للأسف أن تصاعد هذا اليمين الشعبوي يعني يتماهى مع صعود أيضا الشعبوي دونالد ترامب، التي تؤكد الاستطلاعات أن هناك له يعني فرص كبيرة. إذن هذا اليمين الشعبوي هو لا يريد الآتي، لا يريد دعم أوكرانيا، لن يقدم مساعدات لأوكرانيا، ولا يريد أن يدعم حل القضية الفلسطينية، ويتصور أن التفاوض أيضا مع الجانب الفلسطيني فيه نجاح وفيه توفيق وفيه دعم لحركات المقاومة، وفي القلب منها وفي المقدمة حركة حماس. إذن هو ليس في صالح وليس هذا معناه أن الحكومات الحالية غير اليمينية غير المتطرفة ستقدم الكثير القضية الفلسطينية، لأنها لم تستطع أن تقدم شيئا مذكورا عبر العقود الفائتة. إذن عندما تأتي الحكومات اليمينية سيزيد الطين بلة، ويعني في نهاية المطاف ما حك ظفر القضية، ما حك ظهر القضية الفلسطينية إلا الظفر الفلسطيني. طيب. ومن ورائه الظفر المصري. طيب. نعم يعني يمكن أيضا بالإضافة للنقطة الخاصة بالانتخابات في بريطانيا، يمكن جماعة الدول العربية طلبت بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، هل ربما بعد انتهاء هذه الانتخابات ربما تعترف فعلا بريطانيا بدولة فلسطين؟ يعني فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، ما يربو على 130 أو 40 دولة تعترف بدولة فلسطين، والدول تترى تباعا في هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولن ينقص الدولة الفلسطينية إرجاء اعتراف الدولة البريطانية، ذلك أن الاعتراف من الناحية القانونية وفي القانون الدولي العام هو في النهاية إلا يعني تتويج وأمر كاشف، ليس منشئا لوضع جديد، وإنما هو كاشف لوضع موجود سلفا. إذن هي خطوة رمزية، لكن الجوهر هو الآتي، هو الجلوس على مائدة المفاوضات، هو إعلان الدولة الفلسطينية والاعتراف بها من قبل الإسرائيلي، هو حل الدولتين وفقا للمرجعية الدولية. فلا يكفي هذه الاعترافات حتى، ولكن لابد من وجود هذه النية، وأن يعرف الإسرائيلي أنه لن ينعم بالأمن والأمان، ولن يكون هناك مستقبل ولا تنمية إلا بوجود دولة فلسطينية، إلا بوجود حل الدولتين. وهذا ليس تفضلا أو منا، ليس تفضلا من الإسرائيلي ولا من البريطاني ولا من الأمريكي، وإنما هي قرارات دولية، عشرات القرارات التي صدرت من الفرع التنفيذي مجلس الأمن، ومن فرع المجلس التشريعي الجمعية العمومية، ومن محكمة العدل الدولية الفرع القضائي، كلها تؤكد على حقوق الفلسطينيين وضرورة أن تعود هذه الحقوق لأصحابها. وأكد الرئيس السيسي أن المشكلة الحقيقية والجذور الحقيقية لهذه المأساة وهذه التداعيات وهذه المجازر المستمرة وهذه الموجات العنف، سواء رآها البعض عنف مشروع أو رآها الآخر عنف غير مشروع، أيا ما كان توصيفك لهذا العنف مشروع أو غير مشروع، ستستمر موجات هذا العنف طالما هناك هذا الاحتلال وهذا القضم للأراضي وهذا الاستيطان وهذا الانسداد لأفق السلام. تصور أن الدولة المصرية، القيادة السياسية، قمة الدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية العادية، وكل الدولة المصرية تقف على هذه الأرضية وهذا الخطاب المصري الدبلوماسي، هذا الخطاب يعني رؤية استباقية مبكرة للدولة المصرية، ومنذ اللحظة الأولى تلقيها على المجتمع الغربي، على المجتمع الغربي علّه يرتد بصيرا. وبالفعل بصر الكثير، سواء كان في أمريكا الجنوبية سواء في دول كثيرة، ولكن هذا المجتمع الغربي للأسف الشديد لا يبصر ولا يتفهم ولا يدرك. طيب متى يمكن محاسبة إسرائيل دكتور طارق؟ يمكن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة طالب بضرورة عدم إفلات إسرائيل من يعني العقاب،
كيف للمنظمات الدولية يمكنها محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية بالتأكيد وقتل أطفال ونساء وكبار وصغار؟ مصر تدعو المجتمع الدولي وكل المنظمات إلى اتخاذ هذا الطريق وهذه المقاربة بتطبيق القانون، لأنه بتطبيق القانون، بتطبيق الشرعية الدولية، بامتثال قانون، بامتثال إسرائيل وانصياعها لهذه الشرعة الدولية والقرارات الدولية، فيتحقق الاستقرار. لا استقرار إلا بتطبيق القانون. لكن المشكلة أن الأمريكي يضع العصي أمام آليات وهذا الميكانيزم لتطبيق القانون باستخدام هذا الحق بشكل معوج، بشكل يتنافى مع القواعد العمومية المجردة، يستخدم الفيتو بشكل غير مؤتمن عليه. كان من المفروض على الولايات المتحدة وكل من له حق الفيتو الخمسة الكبار أنه لا يسيئون حق استخدام ذلك الفيتو، لأنه أعطي لهم باعتبارهم الأمناء على استقرار العالم، الأمناء على حفظ السلم العالمي، الأمناء على حفظ الأمن الدولي، لكنهم يسيئون استخدام هذا الحق ويضعون العصي في عجلات تحقيق يعني وتطبيق وتنفيذ هذه الشرعة الدولية. مصر تطالب ليل نهار وعبر كل الصيغ بضرورة يعني ذلك التطبيق، لأنه بهذا التطبيق يتم استقرار الأوضاع، ولكن دون تطبيق هذه الشرعة الدولية لن يتحقق أمن ولا سلام، ولا للفلسطيني ولا لإسرائيل. ده صحيح. يعني إسرائيل هي تفر فرارا من العدالة وتطبيق هذه الشرعية الدولية. دكتور طارق البرديسي، خبير علاقات يعني الدولية، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا فندم، وبالتأكيد لنا حديث آخر في تغطيات أخرى.